اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي بني يسمع وصايا جمعا حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل الفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحسله فمن يعرف المظلوم يحضر ما بدل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرقام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل وانظم الشعر ولازم مذهبي فالضراع الرفد في الدنيا أقل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتدل مات أهل الفضل لم يبق سوى مغرف أو من على الأصل تكل أنا لا أختار تقبيل يدي قدعها أجمل من تلك القبل أي بنية ويل كيغي واسمع مقال وصايا وسيوين جماعت كولن سدي حكما حكموين وصيات كاسو خصد بها لغو حكم تاسو خصد بها لغو خسيسي خير الملل دي ما هاتي وخير بنير أي بني ندى قريبة هالي دا داود أي بني ويل كيغي قف كستو عقلي لو مركا شيخ الله هذي ننخاسو هادو ويرا يا مجري أي بني ويل كيغيو اسمع مقالو دغيسو وصايا وسيوين دغيسو وسيوين كاسو جماعت كولان سري وصايا داسو جماعت كولان سري وي حكما حكموين كولان سري وسيوين حكمة يقول لها انتهي يانكو سينا يا دغيسا ايو شاكو لي ودردار ما يامر كاشاكو وهي هي dadke muuminiinta ay kuwa khayr ka jacalo inay diinta bartaan iyo khayrka ku dadaalaan ayuu markaa u dardaarmaya ay bunaya wiilkayga oo isma dhageysa wasaaya wasiyooyin jamaacad kulan saday xikaman xikmooyin xikmooyinkaas oo qosad biha lagu qasisay khayrul milal qayahay diinti markaa diimaha u khayr badnayd millatul islaam way xikaman qosad biha khayrul milal وصيوين ووصيدة ماشا ونشر العلم ونفع المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بي وصيدة وصيوين كاكها الليان علمي قول الله فيدي مسلمين تقول الله أنفعه وانا قول الله أمر خير قول الله ريبه حكمة دا كده هم بوري وصيوين كحكمة دا يوتان ووصي يعني حكمة دا كده هم وي هي الأمانة في القول والفعل يا اللي لا دا حكمته وقيل هي معرفة معاني الأشياء وفهمها معاني ذا أول فهمه وي شيء كسر يعني معاني ذا هي وح حقيقة ذا هي شيء حقيقة يسي علم غينا البرتو وهي هاي أول فهمه وي قال تعالى يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حكمة ذا هي علم غ إلهي وصية العلم والعمل وي يا حكمة الغوفة سراية يؤت الحكمة إلهي وحسي من يشاء قفه دار ومن يؤت الحكمة حكمة قفه لسيه فقد أوتي وحال لسيه خيرا كثيرا خير بدا بلس مالك وسيوين كأي حكم تاسو الغوفة سيسي خير الملل ديماتي وخير بدني خير الملل وملة الإسلام وي دي ديما وخير بدني يعني حكمة يعني كجرته يعني خير كجره ايام قدر دار ما يابو ليهي